للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية. مرحبا بحضرتك معالي السفير. يعني كما جاء في الخبر، الرئيس السيسي دعا إلى صياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتكثيف منابع تمويله. برأيك ما هو السبيل إلى تكامل الجهود الأفريقية في هذا الإطار؟ كيف يمكن صياغة تلك الاستراتيجية؟ الحقيقة موضوع الإرهاب والتطرف أمر مهم جدا جدا جدا. لم يتفق الفرقاء كل لم تتفق الدول على تسمية ما هو الإرهاب، ولم ترتفق على ما هو التطرف، ولذلك يستدعي الأمر أن يجلس الجميع معا لكي يعرفوا ويقربوا معنى الإرهاب ويقربوا معنى التطرف. هذا أمر مهم جدا، لأن إلى اليوم لا يوجد تعريف دولي للإرهاب ولا يوجد تعريف دولي للتطرف. هذا أمر مهم جدا وخطير جدا، ولكن للأسف لا يمكن القضاء عليه بسهولة، لأن لابد أن تتفق جميع الدول على ما هو الإرهاب وما هو التطرف. إنما ويمكن مع ذلك اتخاذ خطوات هامة جدا بالنسبة للقضاء على هذا. يعني يجب أن تتخذ الدولة سبيلا لإثارة الوعي لدى الشباب عن الإرهاب وعن التطرف. الإرهاب معناه حمل السلاح ضد أبناء البلد الواحد، منه من الإرهاب الحرب الآلية تعتبر من الإرهاب، من الإرهاب أن يقفز مجموعة تقفز مجموعة على مجموعة أخرى، أن تحمل السلاح مجموعة على مجموعة أخرى. هذا التطرف هو الاعتقاد بأن مجموعة معينة لديها فكر معين ترى أنه صحيح وتريد فرضه على الآخرين بقوة السلاح. طيب بعد توحيد مفهوم التصرف بين الدول، ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها الدول الأفريقية لكي تتشارك في صياغة استراتيجية موحدة لمكافحة التطرف؟ والله هناك خطوات اقتصادية وخطوات إعلامية وخطوات دينية وخطوات بين القبائل، كل هذه الخطوات يجب أن تتبع، لأن الأمر الموضوع ده هو الحقيقة الذي موصل في أفريقيا وهو الذي يؤدي إلى التخلف وإلى عدم التنمية. سعادة السفير، مصر بتشارك أيضا في بعثات حفظ السلام الأممية وبتواصل جهودها لمكافحة الإرهاب من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، ونحن نعلم مقره هنا القاهرة. كيف تقيم جهود مصر في هذا الشأن؟ يريد المركز أن يقرب هذه المفاهيم التي تحدثت عنها، عن الإرهاب وعن التطرف، ما هو الإرهاب وما هو التطرف، وكيف يمكن للبلد الواحد أن يجتمع على فكر واحد أو فكر متقارب. هذا أمر ممكن، يعني لابد أن يكون هناك صياغة معينة في الدولة الواحدة لأفكار معينة يؤمن بها الأغلبية، وهذه هي الديمقراطية، أن الأغلبية تؤيد هذا الفكر وتناهض فكر آخر غير لا يجتمع للأغلبية. هذا أمر مهم، ولكنه يعني يأخذ وقتا ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مال أيضا. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية.